إيجاد أبو خليل موجودة معنا اليوم، أخصائية تغذية ومتخصصة باضطرابات الأكل. اليوم رح نحكي عن الأمور النفسية اللي متعلقة بالشراهة، الأكل العاطفي والشراهة. بونجور إيجاد. بونجور. كيفنا اليوم؟ كتير خير على وقتك. نحكي دايماً عن الدايت، بنحكي دايماً عن شو لازم إنه نكون عم نقسم كنظام غذائي. صح. منعرف إنه في شق هيك إيموشنال، في شق نفسي، في شق عاطفي، بس ما منعرف قدي مهم هالموضوع بحياتنا وقدي مهم بالويل بينج اللي نحن منعيشه أو لا بحياتنا. صح. خلينا نقسمهم هيك اثنين ونجرب نرجع نجمع. صح. رح نحكي شوي لأنك بلشت على الإيموشنال إيتينج أو الجوع العاطفي. نحن تبينوا بالدراسة حلوة كلمة الجوع العاطفي على فكرة، هي بتعني الاثنين. صح. يعني نحن الجوع العاطفي بنسميه جوع العاطفي لأنه بالإنجليزي بيقولوا له ايموشنال ايتينج. تبين كثير دراسات إنه كل الأشخاص اللي عم يعملوا دايت أو عم يمشوا على حميات غذائية هن 8 مرات على ريسك أكثر إنه يكون عندهم الجوع العاطفي. هلا كلنا دوناتور، إذا زعلنا بنروح ناكل شوكولا، إذا كنا مبسوطين على كثير أوكازيون بناكل، ما بنكون حاسين بجوع بس لأنه زهقانة أو رايحة على السينما ماني جوعانة بس عبالي آكل بوب كورن. دونك الجوع إذا بدك بس نكون زهقانين، بس نكون زعلانين. هو البوب كورن إجباري لأنه 100% صار مثل هيك ريتشيال، صار عندنا أبيتود. مش غلط، عم أقول كان كلنا عندنا إياها، مش غلط إنه نحن مرة أو مرتين تصير معنا، بس في أشخاص على الحرمان اللي قطعوا فيه من وراء الحميات الغذائية هيدا الريسك، او اذا بدك الدراسات بينت انه هول الاشخاص عندهم 8 فوا بلس ان ريسك انه يكون عندهم ايموشنال ايتينج. دونك انا بس شو ما يصير معي بالحياه الجا الى الاكل، هون بتصير اذا بدك بروبلماتيك، وهون لازم نحن نعالج الشق النفسي. بدي شوي هيك اتوقف لانه كثير قلت اشياء هيك مهمه. صح. نوقف عندها شوي. الحرمان. صح. كلمه حرمان، يعني نحن بنعرف كمان بعلم النفس انه يلي انحرم من اهله، يلي انحرم من العاطفه بيصير عنده هالجوع على العاطفه. هون كمان عم نحرم حالنا من شيء نحن عايزينه بالحياة، مجبورين ناكل لحتى نعيش، بنحب انه يكون في عنا لذة الاكل الشرب، بس يكون تاديكسيوم معنا بدأ انحرم. بس صح، يعني هون ما فينا نحرم حالنا كأن. صح. عم بتقولي هي اصلا نحن ما فينا نحرم حالنا فيزيولوجيكمون. دونك هلا بس بدنا نحكي على الاوبيزيتي او على البدن، كثير رح نحكي عن قصة الفيزيولوجي. يعني انا كيف الله كون لي جسمي. دونك فيزيولوجيكمون نحن بدماغنا مقسم لدو بارتي، الوانتينج برين اللي هو اذا بدك نحن لشو بحاجه لكل شيء اللي بنعرفهم كتيبيك نوتريسيون، انه كربوهيدرات، نشويات، ليبيد، بروتين. بس كمان عندنا اللايكينج برين اللي هو البارتي تبع البليزير اللي بنسمع نحن في الدوبامين والاندورفين والسيروتونين. دونك هولي انا اذا اكلت سلاد وانا قرفنتها ماني حابتها، دونك انا اي ساتيسفايد الوانتينج برين بس اي ديدنت ساتيسفاي اللايكينج برين. بتحس انه اف اكلت هيدا الميل بس بعدني ما شبعت، ايه لانه اللايكينج برين تبعك ما شبع. مشان هيك الحرمان انا بس عم بحرم حالي، انا عم بحرم دماغي من انه علي الدوبامين اللي هي بنعرف انه كثير بتعطينا ساتيسفاكسيون، السيروتونين هي هرمون تبع السعاده. دونك مشان هيك بنحس انه عم نلجا اكثر واكثر للاكل. دونك الحرمان انا مشان هيك نحن بنجرب نقول هلا كثير عم يطلعوا دراسات انه ما فينا نحن نقول لك ممنوع 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 تاكلي، بدنا نعطيكي راجل انه 80% بتاكلي من الاسس الهيلثي و20% بتاكلي من الاسس هول اللي انت اللي انتم بتعتبروا انه نحن عم نزعبر فيهم. انت ما حدا عم بيزعبر، انت عم تزعبري على حالك. ما كمان كلمه تزعبر تشيتينج داي، انا ما بعد ما انا ما بعرف انه التشيتينج داي كانه واحد عم يعمل خطيه. يعني ليه بدنا كمان عم بتكذب يعني. صح. بس انا قلك هيدا تشيت ميل تبعك او هيدا تشيت داي تبعك، تمام. انت ما عم تكذب علي، انت عم تكذب على حالك، وهون انت بتفوتي بالشيء بنسميه لاس سوبر سيندروم. يعني انا على تشيت ميل تبعي باكل شو ما بدي قد ما بدي، بضلني من الصبح لبالليل عم باكل لانه بكره انا عندي الحرمان. فهيدا الشيء بس ما بنكون عملنا شيء. صح. يعني لانه جسمي كل اللي راحوا من الكيلويات بترجعوا، مش قصه ترجعوا. نحن اكثر شيء بنشتغل نحن بس نخلق وبس نبلش الرضاعه، الابيتي تبعنا بترجلج. دونك بتشوف الولد بس ما بده ياكل بصير يهزلك بتمه. بس تعمل انت تشيت ميل او تاكلي اكثر من ما انت او تفوتي بالجوع العاطفي، بتخسري الهانجر والفولنس سيجنلز. مشان هيك باضطرابات الاكل وبالاوبيزيتي اللي منعدها كمان اضطراب اكل، الاشخاص ببطلوا يعرفوا امتى جوعانين وامتى شبعانين. مشان هيك تاني نهار كثير بيكون صعب لإلك لجسمك يرجع يبلش بالدايت اللي نحن. شو اسباب هالموضوع كله؟ خلينا نحكي شوي اكثر عن الاوبيزيتي. الشق النفسي كثير عنده اذا بدك كثير عنده رول. مشان هيك الاوبيزيتي عفوا إيجاد هي شغله طبيه بيولوجيه هي او هي نفسية. كل شيء هي أوكي. كل شيء. يعني ما بدنا ننسى حتى الاشخاص اللي منهم اوباز، ما بدنا ننسى انه العامل الوراثي والفاكتور جينيتيك
بيحطونا على ريسك. يعني انا 70-80% من جسمي من تكونات جسمي هن فوتوكوبي عن اهلي، ما في يلوم اهلي لان اهلي كمان ما نقوا انه يكون عندهم هيدا الشيء. الاضطرابات النفسيه والاضطرابات الغذائيه مثل حي الله شيء شخص ما نقى. يعني انا ما وعيت على الدنيا لا سمح الله قلت انا عبالي يكون عندي ديبرسيون او انا عبالي يكون عندي اضطراب بالاكل. انا جو سوي بريديسبوزي ا افوار سا. دونك الاوبيزيتي عندها الفاكتور جينيتيك. دونك انا وقت يوصل لعنا شخص ما في اعطي دايت له روح مشي، مشان هيك لو اذا بدك المعادله اللي سمعنا فيها كل اقل وعمول سبور انت بتضعف، ما كنا عم نشوف الاوبيزيتي بعدها عم تكون ابيديمي وبعدها عم تطلع كثير، وخاصه عم نشوفها هلا عند الاطفال. دونك لو قدرنا نحل الجيل الطالع ما مفروض يكون عنده اوبيزيتي. دونك الفاكتور جينيتيك كثير عم ينتسسوا، بس يوصل لعنا حدا ما في ما اساله اذا هو اوباز، اذا في اوبيزيتي بالعائله. يعني هون عم نسال كانه اذا عندكم سكري، اذا عندكم قلب، اذا عندكم كله اي مرض مزبوط. اللي كان اذا عندكم وزن زايد اوبيزيتي، فيها تكون اوفر ويت، فيها تكون اوبيزيتي بالعائله. اصلا اللي عم نشوفهم بالعيادات عم بيكونوا 6-7 بالعائله عاملين عمليه لتصغير المعده، عم بيكونوا كل العائله عندها اوبيزيتي، او كل العائله اذا بتشوفين عندهم زيت فورم الجسم، زيت البودي تايب تبعهم. دونك الفاكتور جينيتيك كثير عنده عامل. نحن بنعتبر بس نفوت بالسايكولوجيكال ابروتش للاوبيزيتي اللي انا عملت لها تريننج بلندن، بنعتبر الشخص الاوباز هو بيجي معه باكج حواليه دي بالون. دونك انا بالون واحد من اللي عاده النيوتريشن بتتخصص فيه او بتشتغل معه هو الاكل، بس هوليك اللي بالون احنا ما بنشتغل معه عليهم، اللي انا بشتغل معه عليهم هن الاوبيزيتي مثل الايتينج ديس اوردرز. عندهم مايند سيت، عندهم كوجنيشن، عندهم اعتقادات هن بيامنوا فيهم، وعندهم واي اوف ثينكينج بتردنا اذا بدك على البسيكولوجي. يعني انا يا بعمل دايت يا ما بعمل دايت، نحن بنسميها بلاك اند وايت ثينكينج، او انا الاكل الهيلثي ما بحبه، الاكل الهيلثي كثير بورينج، او انا بس بدي ازعل، هن هيك بيفكروا، او انا اي فيل مثلا، بتشوف انه يا الله خلص انا خبصت ما بقى بدي ارجع على الدايت. هيدي نحن بنسميها اذا بدك كاتاستروفايزينج، مش استسلام، بيفكروا انه هن دي ار فيلينج، ما بيعرفوا انه الدايت اللي عم يطلعوا لانه في الفيسيولوجي تبعهم كمان عم تلعب دور، هن ما عم بتساعدهم انه هن يضعفوا. الاوبيزيتي العالم بتضحك علينا بس نقول لهم انه كل الابحاث بينت اذا انا بضعفه 10%، يعني اذا واحد وزنه 100 كيلو انا بوصله لل 90، انا حطيته يكون شخص هيلثي. بس انفورشنتلي عايشين نحن بثقافه كل العالم عم بتهودس بالنحافه، فانا بس يكون بعده هو اوفر ويت وما قدر يوصل لهيدا الجسم الايديالي اللي عم هو معتبر حاله خسران 100%. دونك نحن مننزله على 10%. اصلا اذا بتشوفي ديزوباز بتعملي لهم فحوصات دم فيهم يكونوا كثير هيلثي، يعني ما عنده كوليسترول، ما عنده تريجليسيريد، لانه عم نشتغل على العامل النفسي، لانه عم نطعميه بطريقه صحيه وعم يعمل موفمون بطريقه صحيه، بس جسمه هيك بده يكون مكون 100%. الا اذا عمل العمليات الجراحيه، نحن بننصح بالعمليات الجراحيه، بس الشخص يكون جرب كل القصص، النيوتريشن، جرب اهم شيء الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. يعني نحن بنشتغل الكومبورتمون تبعه مع الاكل جايه من شيء، في كوجنيشن هي عم بتخليه يتصرف بهذه الطريقه، شيء دماغي 100%. مشان هيك البارتي سيكولوجيك بالاضطرابات الاكل وبالاوبيزيتي كثير مهمه. دونك بس نقطع بكل هول وما يقدر يخسر وزن ونحس انه صحته كثير ما انه قادر بقى يمشي، كثير عنده سكري، كثير عنده جبهه، دونك في كريتير، مش مين ما طلع على باله يعمل عمليه، مش بس عن الشكل 100%. هيدا اهم شيء اللي عم نقوله اليوم، ولازم نفهم شغله انه بامريكا ممنوع يعملوا الا اذا مدوا كونترا واذا قطعوا على ثيرابي. يعني الشخص اللي عنده اضطراب اكل مثل الاكل بشراهه اللي رح نحكي عنه ما فيه يروح يعمل عمليه، لانه الاكل بشراهه ما بيروح، يعني الوزن رح يتغير بس التهودس بالاكل، الاكل بكميه كثير كبيره رح يضله. فمشان هيك عم نشوف 50% من العالم عم يرجعوا يردوا الوزن اللي عم بي اللي حتى من بعد العمليه، لانه المشكله النفسيه منا مشكله صح. مثل عند الاوباز مشكله بالمية. عضويه وبيولوجيه صح. والاوباز كمان كثير عم ببينوا الدراسات انه كثير في مشاكل بالهرمونات، الليبتين، الدوبامين كثير مهم. نحن بنعرف الاشخاص المدمنين على الدراج ليه هن بياخذوا بيصيروا يزيدوا الكميات، لانه الدوبامين ريسبتور بالذهن تبعهم بتبطل ترد على الكميات الصغيره. تبينوا بالدراسات انه زيت الريسبتور اللي هن دي 2 وتي 3 عند الاشخاص الاوباز هن كثير قليل. مشان هيك نحن بنشوف الاشخاص الاوباز اذا اكل حبه شوكولاته منه مثلي ومثلك، انه لا انا جو مسوي ساتيسفي، انا هيدا بياكل اكثر، لانه تا يردوا الريسبتور بده كميات اكل اكبر، لانه هون يمكن بحاجه لدواء. ما انه بحاجه لدواء قد ما بحاجه، يعني نحن بس يجي لعنا حدا بس ممكن يكون بحاجه لدواء، اكيد ممكن يكون بحاجه، يعني فيه يكون طبيب نفسي مع الطبيب صح. او مع الاختصاص. اذا هون فتنا بقلب انه يكون في مشاكل نفسيه مثل ديبرسيون، مثل لانه كل المشاكل النفسيه فيها مع اضطرابات اكل. يعني بس نشوف شخص يا الله مدبرس نصحان، تمام، هو مش لانه مدبرس نصحان، لانه عنده شيء اوت اوف هيز كنترول عم بخليه يروح لهيدا الشيء. هون بفوت البنجي بعض الهرمونات الدماغيه اللي هون لازم لها علاج او علاج نفسي صح. او علاج
علاج بالأدوية أو مزبوط. غيره. اليوم كمان في ذكرنا الأكل بشراهة يلي رح نحكي عنه كمان، بس دور المجتمع قدامهم جات. يعني اللي عم تحكي اليوم شغلة كتير حلوة، أنه أنا يمكن ضعفت 2 كيلو وصحتي كتير منيحة ومرتاحة، مش ضروري كلنا نكون مودلز، مش ضروري نكون كلنا مثل هالصور يلي عم نشوفهم على السوشيال ميديا، علما أنه ثلاث أرباع غش. يعني اليوم هالأبليكيشنز يلي عم نشوفهم بهيك أصابيعك بتقدر تنحفي الجسم أو بتقدر تغيري لون الوجه أو غيره، يعني ليه هالقد في هالبريشر ضغط؟ لأنه أنت بس يشوف البرين تبعك هول الصور ريبيتيتيفمون، أنت بتصيري بلا ما تحسي أنكونشسلي عم تطلبي هيدا الشيء، بس لأنه أنت بس تكوني واعية بطريقة عم تفهم أنه هيدول الصور منهم صح، أنت هون بتكون عم بتساعدي حالك. بس unfortunately مثل ما بنقول كل أصابيعنا منهم مثل بعض، في كتير عالم بيخلقوا كتير سنسيتيف، ولأنه بيكون عندهم هيدا low self-esteem بيقيسوا حالهم وبيقيسوا إذا بدك قيمتهم بالحياة لجسمهم، هو الأشخاص اللي لا سمح الله بيقعوا باضطرابات الأكل. دونك هل sensitivity تبعهم بالنسبة لهم أنا هيدا الشيء اللي أنا بدي إياه، بيجربوا بحيالة طرق يجربوا ينحفوا حالهم طرق منيحة وطرق أبداً منا منيحة، وهون منصير عم نشوف وعم نشوف أكتر وأكتر الاضطرابات الأكل، إن كان الأنوركسيا أو البوليمي أو الأكل بشراهة عم يكتروا. نحن اليوم حكينا عن الأوبيزيتي، رح نحكي كمان عن الأكل بشراهة، لأن في كتير اضطرابات أكل رح نحكي عنهم بعدين بحلقات تانية. الأكل بشراهة يعني شو؟ يعني ما بنعد نقدر نوقف أو بيصير بدنا ناكل كل الوقت كل النهار؟ حسب، يعني نحن هلأ ما في، يعني نحن عم نزعل إنه باللبنان ما في أبحاث ببينوا قدي في عنا أكل بشراهة. دونك بس أنا اللي عم شوفه بالعيادة إنه 80% من الأشخاص اللي عندهم أوبيزيتي هن عندهم أكل بشراهة. الأكل بشراهة لكل شخص عم يسمعنا بيعرف حدا، الشخص اللي عنده أكل بشراهة منه واعي على اللي عم بيصير معه. أنا بقول لهم مثل كأنه واحد عنده أوجر بقلب حاله، فجأة بيقوم بياكل شو ما كان بالبراد، منه إيش عشان عم بياكل، فيه ياكل أكل مسقع، رز مسقع، طبخه ما بيحبها. يعني بتجي لعند ام بتقول انه اكل ابني ما بحياته اكل مجدره، انه كيف بهيدا الابيزود بنسميها نحن ديز ابيزود كريزا، يعني كريزا. دونك سي اون ابيزود والشخص بياكل كميه مهوله من الاكل، ما عم نحكي انه ايه اكلت شقفتين جاتو لانه كان كثير طيب، عم نحكي كميات كثير كبيره بالاكل بفتره ساعتين، وهيدا الشيء بصير تقريبا 3 مرات بينعاد بالشهر. دونك بس يكون عندنا هيدا الفريكونس نحن بنقول انه هيدا الشخص معناتها ممكن ما ينصح، بس عم بيكون هالطريقة الأكل هلا الكايات القليلة بنشوفهم ما عم ينصحوا، بس ما فيه هيدا الشخص اللي عنده الأكل بشراهة ما ينصح، لأنه الكميات اللي عم بتفوت على جسمه هو ما عم يعمل شيء تيتخلص منه، وهو ما لازم يعمل شيء ليتخلص منه، لأنه هيدا العامل النفسي. لو هو ما عنده كنترول، يعني مثل كانه في عنده غشاوة على عيونه، بيعرف إنه أنا هلا في صوت بعقل الأشخاص اللي عندهم اضطرابات الأكل بيقولون يلا قوم كل، أو بيكون لأنه هني كمان اضطرابات نفسية، أو لأنه مثلاً ما بيعرف يحلوا مشاكلهم بيروحوا بيلجأوا للأكل. بس الأكل هني منه ساتيسفي بكمية صغيرة، لأنه هيدا إذا بدك الستريس ريليف. بس كيف بيقدر يوقف؟ يعني ما بي... مدى بيتضايق من معته، بيتضايق من معته، بس يقعد بحس حاله كتير ديبريسيف وبيحس حاله انه انا يعني بعد 5 دقائق بيوعى، انا شو عملت، انا ليه عملت، ليه رجعت فتت بهيدا الابيزود، هون الجلت فيلينج بيفوت وبيرجع بيفوت بالفيشن سايكل. منشان هيك ممكن يصيروا بوليميك كمان من بعدها. 100% بارتي من البوليمي هي بنج ايتينج، بس هن بيجربوا يتخلصوا بحيالة طرق من الاكل. بتزيد عن ال3 مرات بالشهر بتصير تطلع تدريجيا. فيها تكون كل نهار، فيها تكون كل يوم بعد، يوجولي كل يوم بعد الظهر او بالليل على الزهق، في عالم كل حسب الدجري. يعني ما هون كمان عم نطلع بالانتنسيتي تبع الاضطراب الاكل، ففيها تكون كثير خفيفه، فيها تكون حسب كمان الاضطراب النفسي شو هو عم بيأدي وشو هن الاسباب. اجت نحن بنطلب من كل المشاهدين انه يتواصلوا معنا على صفحه ام تي في الايف على فيسبوك او حتى صفحاتنا الشخصيه اذا بحبوا يطلبوا موضوع معين عن اضطرابات الاكل، لانه في كثير يعني رح نحكي بعدين تباعا عن غير مواضيع. بدي اشكرك وجودك معنا إيجاد أبو خليل، أخصائية تغذية متخصصة باضطرابات الأكل. بريك ومنتابع مع جاد فيت.